جون 2018 بيبر 3 فانت 1 والسؤال ال 12 بي، والسؤال يا جماعه من الاسئله اللي نادر ما بيسال فيها بصراحه في 9 خالص يعني، وهي اليوزز اوف راديو اكتيف ايزوتوبس. فبيقول لي ان فاكتوري رولرز بريس الومنيوم، شايفين الرولرز دي يا جماعه، بتضغط الالومنيوم ميتال تو ميك ات ثين فويل، ويخليها لي ايه ثين فويل، يبقى دي تقدر تقول عجانات، حاجات بتعجن الشيتو في الالومنيوم وتخليها يا جماعه الشيتات رفيعه بهذا الشكل. An automatic system for controlling the thickness of the foil uses a radioactive source. نظام اوتوماتيك يا جماعه عشان ايه؟ يتحكم في التخانه. The automatic system changes the gap between the top and bottom roller. شايفين يا جماعه الاثنين رولر دول؟ بيقدر ان هو يوسع المسافه اللي ما بينهم ويقللها على حسب التخن اللي ايه؟ اللي هو عايزه، على حسب تخانه الشيت اوف الومنيوم اللي هو عايزه. بيقول لي use your ideas about the properties of radiation to suggest and explain the type of radiation used. حبايبي القصه وما فيها ان احنا بنستخدم الديتكتيف ثيكنس اوف ماتيريال بهذا الشكل، فبيبقى في سورس اوف راديشن هنا وده الديتكتور، فاللي بيحصل يا جماعه ان ده بيطلع راديشن والديتكتور بيستقبله. لو الشيت تخن شويه، اللي بيحصل يا جماعة ان كمية الراديشن اللي معدية بتقل. اهو بص تاني اهو ده راديشن، الشيت بيشفط حبة وفي شوية بيعدوا الديتكتور يقراهم. طب افرض الشيت تخن بسبب غلط او بسبب اي شيء، الحقيقة يا جماعة القراية دي هتقل. ليه؟ عشان التخين ده هيأبزورب راديشن اكتر، فبالتالي انا اقدر اعرف انه ايه؟ انه تخن، لان انا مقدرش اعرف دي بالعين المجردة، تمام؟ والعكس طبعا بالعكس. فهو بيكلمني هنا اختار السورس اوف راديشن هنا يا جماعه، هو بيقول بيتا راديشن. خد بالك يا جماعه ان البيتا بيعدي من البيتا بيعدي من الالومنيوم لتخانات معينه، تمام؟ فهنقول والله بص بيتا راديشن will be affected by the thickness of aluminum foil. طب ليه مش الفا؟ ليه مش الفا؟ الالفا مش هيعدي اصلا من الالومنيوم يا جماعه، الالفا اصلا ما بيعديش من البيبر. طب ليه مش جاما؟ يا جماعه الجاما بينتريتيف جدا، فمش هيحس تخانات تخينه من تخانات رفيعه في الالومنيوم فويل. يبقى تاني هستخدم بيتا راديشن. ليه؟ طب ليه مش الفا؟ الفا قال لك الالفا اصلا مش هيعدي، يعني الالفا اصلا مش هيعدي مش هيوصل للديتكتور اصلا، تمام؟ طب ليه مش جاما؟ قال لك الجاما هيعدي كله، يعني مش هتفرق بالنسبه له حته الومنيوم رفيع. يا جماعه الجاما ده بيعدي من الخرسانه وبيعدي من الحيطان وبيعدي من الليد، بيعدي من الحاجات، فمش هتفرق بالنسبه له تقول لي الومنيوم رفيع من الومنيوم تخين. اذا احسن واحد والوسط هو مين؟ هو بيتا، تمام؟ طيب فبيقول لي حاجه هنا، ذا الومنيوم فويل باسنج ذا راديشن ديتكتور از تو ثين. الالومنيوم فويل رفع. Describe how this fault، طبعا هو معتبر ده fault، يعني احنا بصينا لقينا هنا الشيت اوف الومنيوم بقى ارفع من اللي انا عايزه، ارفع قوي بقى رفيع جدا. Describe how this fault affects the reading on the counter. طبعا يا جماعه لما الالومنيوم فويل يبقى ارفع، ارجع كده، يبقى كميه الراديشن اللي هتعدي اكتر، هتبقى اكتر، يبقى نقول له counter reading will be higher، تمام؟ لان يا جماعه ركز هنا، شيتو في الالومنيوم ده لما يكون تخين ما يعديش راديشن كتير، الراديشن اللي يعدي ما يكون قليل، لما يكون رفيع الراديشن اللي يعدي يكون ايه؟ يكون كتير. فبيقول لي ما دام الشيت الالومنيوم بقى رفيع، يبقى اكيد كميه الراديشن يا جماعه اللي هتعدي من شيتو في الالومنيوم هتكون ايه؟ هتكون اكبر. طب suggest how this fault be double ice corrected. ما اقدرش اقول ان دي حاجه في المنهج يا جماعه، يعني دي حاجه خاصه بهذا السؤال. State what happens to the rollers. والله يا جماعه يعني انا مش عايز الشيت رفيع، انا مش عايز الشيت رفيع، انا عايز ادخله عن كده. جميل، يبقى انت هتبعد الرولرز شويه عن بعض. ليه؟ لان هو بيقول لك ايه؟ The automatic system changes the gap between the top and bottom of the ايه؟ of the roller. يبقى والله انت حسيت ان الشيت بقى رفيع، او المكنه قالت لك او الديتكتور قال لك ان الشيت بقى رفيع، وده مش وده فولت ودي حاجه مش كويسه، الرولرز يحصل لها ايه؟ يبعدوا عن بعض، تمام؟ يبقى rollers move apart. The source used as strontium 90 and nucleus of strontium is كذا، can be described as strontium 38 90 in number of protons. يا جماعة عيب، number of protons هو الرقم اللي تحت ده 38.